السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم وفاء من مجوهرة فاتن. كيف وعدتكم غنبقى ديما ندير لكم جديد على لي زارتيكل ديالنا. واليوم من ضمن الاقتراحات ديالي اقترحت عليكم واحد لاشين غزاله كتجي عاطيه العين ديال الحضور، شي حاجه فنه زوينه بزاف. هذه السلسله اللي اقترحت عليكم، السلسله ديال اي بي، وفيها هاد البوندونتيف هادي على هاد الشكل هذا، فيها غير حجرات غير شويه، ماشي شي حاجه اللي كثيره. كنتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم. دابا غادي نوريها لكم عن قبل كيفاش كتجي. بالنسبه للسلسله اللي اقترحت عليكم كتجي على هذا الشكل هذا، كنتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم. هكا الشكل ديالها، هاد اللويزه هكا، وفيها حجرات هنايا بيان سيغ شي حاجه اللي صحيحه وانيقه، وهكا من اللور ديالها، يعني فيها واحد الخدمه ممتازه جدا. وبالنسبه للسلسله اللي معاها هي ديال اي بي على هذا الشكل هذا، كنتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم. ودابا غادي نشوفوا كيفاش كتجي في اللبسه.